مشاهدينا، مع تسارع وتيرة وإيقاع الحياة وزيادة الأعباء والضغوط اليومية، تراكمت الانفعالات الداخلية والصراعات النفسية، فنتج عنها القلق الذي أضحى سمة من سمات العصر الحديث، إذ يشعر الفرد بتوتر عصبي دائم وخطر يهدده. وقد يصاحب هذا القلق بعض التغيرات الفسيولوجية، وتظهر أعراضه من خلال مجموعة من العوامل، منها عدم القدرة على التركيز والتوتر العضلي، وهذا ما ينعكس على سلوك الشخص وتوافقه مع محيطه الاجتماعي. وحول الموضوع مشاهدينا، يسعدنا استضافة الدكتور بهجة بلبوس، أخصائي الطب النفسي. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا بوجودك ويانا يا دكتور. صباح الخير لك. صباح النور يا المشاهدين. طبعا الله يبعد عنا جميعا القلق، خاصة في هذه الأجواء الجميلة الصباحية اليوم. دكتور، بداية لو حابين نعرف للسادة المشاهدين ما هو القلق، شو ممكن نقول؟ القلق هو عبارة عن حالة انفعالية تشمل كيف بنفكر عن الأشياء، كيف نتجاوب معها، كيف نتأثر فيها، وبالتالي هو القلق ممكن يكون لحد ما طبيعي. ومثل ما قلت، هو حالة انفعالية بتصيب أي إنسان، وهذا شيء طبيعي، وممكن يكون إيجابي لدرجة أنه قليل من الخوف ممكن يحمينا من مخاطر أو يحفزنا أنه نبتعد عن المخاطر. صحيح. قليل من التوتر بيساعدنا أنه نمارس عملنا ويحفزنا وينشطنا يوميا، فبالتالي له دور إيجابي كيف نتأقلم مع الظروف ومع التغيرات، حتى مع الضغوط والمؤثرات الخارجية. لحد معين طبعا دكتور القلق، طبعا لحد معين. أكيد. لحد معين. هلأ ممكن تسأليني إمتى ممكن يصير مرضي؟ طبعا القلق هو ممكن يصير مرضي إذا زاد عن حدها. أكيد. نعم. وقت اللي بيزيد عن حده، وقت اللي بيستهلك قسم كبير من طاقاتنا وحالتنا النفسية. وقت اللي بيزيد معاناتنا بيأثر على وظائفنا اليومية من ناحية العمل. صحيح. والتعامل مع الناس وفي العائلة إلى آخره. نعم. فوقتها بصير حالة مرضية وبحاجة للعلاج. طب دكتور، شو أول أعراض هذا القلق المرضي؟ خلنا نقول مش القلق العادي اللي هو قلق يصيب الجميع بشكل طبيعي كردة فعل للمحيط، ولكن نتكلم اليوم عن القلق اللي هو القلق اللي هو المرضي اللي يزيد عن حده. شو أبرز هذه الأعراض، وهل هي مشابهة لأعراض القلق العادي؟ القلق المرضي بيصير وقت اللي بيصير الإنسان يفكر كتير زيادة، حتى في الأشياء البسيطة والتافهة حواليه. نعم. وقت اللي بيضعف تركيزه لدرجة بيأثر على ذاكرته، عرض النسيان كتير شائع بين مرضى القلق. العصبية الزايدة، زيادة التأثر، سهولة الاستفزاز بالآخرين، هي الأعراض النفسية. أما بدي أحب أركز على الأعراض الجسمية للقلق طبعا، واللي هي تشمل أي شيء في جسم الإنسان، منا ضيق النفس، منا تسرع القلب، منا حرقة في المعدة، امساك، اسهال، مشاكل التبول، مشاكل الدورة الشهرية عند النساء. نعم. فآلام مختلفة في أنحاء الجسم واللي ما بكل أساس عضوي، يعني المريض ممكن يراجع أطباء اختصاصيين غير نفسيين ما بيلاقوا أي سبب أو مرض عضوي سليمة. الأجهزة سليمة. نعم. بينما هو عم يعاني، والأعراض هي بتتنقل، ما بتكون ثابتة. فهي مشكلة القلق، أنه كتير حالات يبدو كأنه مرض جسمي، بس هو في الواقع هو نفسي. سببه نفسي وليس عضوي. التوتر النفسي طبعا. نعم. دكتور، في الكثير من الأشخاص للأسف، وخاصة في الآونة الأخيرة، عندهم شيء اسمه البانيك أتاك، أو خلنا نقول يعني نوبات القلق التي تصيبهم، وينتج عنها طبعا الكثير من خفقان القلب السريع، ويشعر المرء في وقتها أنه فعلا يعني سوف يموت أو سوف يحدث معه شيء كبير. فنوبات القلق هاي دكتور، أول شيء كيف ممكن الواحد يتحكم فيها، خاصة إذا كان مثلا في السيارة أو بروحة، لأن الكثير من الأشخاص تصيبهم هاي النوبات، نوبات القلق، عندما يكونون يعني منعزلين عن الناس أو يكونون بروحهم. فشو ممكن نقول عن البانيك أتاكس وسببها؟ خلينا أقول قبل أنه القلق أنواع. القلق المرضي. صح. يعني في أكثر شيء شائع هو القلق المعمم، اللي بيكون ثابت على طول. نعم. بيزيد وبيخف بس موجود على طول معظم الوقت يعني، وبيمتد أشهر وسنوات.
بس ممكن يجي القلق على شكل نوبات قوية من الخوف، من تسرع القلب، ضيق النفس، دوخة، صداع إلى آخره. هاي النوبات تيجي بشكل مفاجئ وما بيقدر الإنسان يتحكم فيها. حتى هو ومسترخي ومبسوط ممكن تصير. هلأ لحسن الحظ هي بتضل دقائق ما بتطول، نعم، وبتروح مثل ما إجت. في ناس تطول معهم المدة أكثر عن دقائق؟ لا، إذا عم نحكي عن داء الهلع كمرض من أمراض القلق لا ما بتطول. يعني دقائق، خمس دقائق، أقصى حد 15 دقيقة وبتروح لوحدة. للأسف أنه ما في علاج الواحد يأخده حتى تروح، لأنه بين ما يأخذ دواء ويبدأ يأثر بتكون تهت. هيك حالات إذا عم تتكرر كتير بدها علاج. نعم، علاج، في علاجات مختلفة طبعا، في علاجات دوائية وفي علاجات غير دوائية. نعم، ولازم يكون في أشخاص حوالين هذا الشخص المصاب بهذه النوبة مثلا، حتى لو كان مدتها الزمنية صغيرة، لأن يقولون أن لازم الواحد يشتت تفكيره أو يفكر بأمور أخرى عندما تصيبه هذه الحالة من البانيك أتاك أو نوبات القلق هاي. فشو تنصح الشخص الذي يصاب بهذه النوبات دكتور؟ هو لحسن الحظ ما بصير شيء، الحمد لله، يعني غير القلق ما بصير شيء وبينتهي كل، نعم، شيء. مهما شعر انه قلبه، انه خوف، انه راح يموت او راح يفقد الوعي او اي شيء، ما بصير. نعم، وبتروح. هو المريض بصير يسعى انه ما يتواجد في اماكن ما فيها حدا، نعم، او اماكن صعب يحصل على المساعده. صحيح، فهو نفسه بصير يتجنب الأجواء اللي بيكون لوحده أو بيكون في محل صعب يهرب منه أو صعب توصل له المساعدة في الأحوال العادية. صحيح، فهل بنسميها نحن الأغورافوبيا. يعني دائما البانيك ديسوردر بيجي مع الأغورافوبيا. بس مثل ما قلت لك، يعني صعب يعمل أي شيء أنه يساعده إلا أنه يسترخي ويرتاح ويتنفس بشكل طبيعي، يحاول يتنفس طبعا بشكل طبيعي بين ما تروح النوبة لحالها. في علاجات فعالة طبعا لهي الحالات وبتساعد، نعم، الناس على التخلص. دكتور، متى يلجأ هذا الشخص للعلاج أو للطبيب؟ متى يعني مفروض أنه يتوجب على هذا الشخص الذي يصاب بالقلق التوجه إلى الطبيب؟ شو هي هالحالات؟ هلا هيك مريض اول شيء بيروح لعند طبيب القلبيه او طبيب الباطنه وبيفحص وما بيلاقي شيء، بقول له كل شيء طبيعي. طبعا حظه بيكون كويس اذا فورا راجع طبيب نفسي، لانه العلاج النفسي كل ما بدا ابكر كل ما بيكون فعال اكثر طبعا، وممكن يخلص المريض من حاله القلق بشكل نهائي. بس للاسف معظم المرضى بتاخروا في العلاج، لأن يمكن ما يخطر في بالهم أن كل هذه العوارض سببها نفسي وليس عضوي. بالضبط، نعم، بالضبط. هو فكر أنه مرض جسمي، فبصير يدور بين الأخصائيين وبيعمل فحوصات وتخاطيط إلى آخره وما بيطلع شيء. كويس إذا الطبيب الأخصائي اللي ما لقى شيء هو نفسه بينصحه أو بحوله بيوجهه إلى الطبيب النفسي حتى يتعالج. نعم. طب دكتور بهجت، خلنا شوي نتكلم ونعطي شوية نصائح للسادة المشاهدين اللي يتابعونا أكيد. كيف ممكن نحمي أنفسنا أو نتجنب القلق المرضي، خاصة أن نحن اليوم مثل ما تعرف يعني نعيش في عصر التوتر وعصر السرعة، وكل الأمور تحدث بوتيرة سريعة تسبب لنا في بعض الأحيان القلق؟ طبعا إذا قلت أنه الإنسان لازم يحمي حاله من الضغوط، هذا صعب، لأنه ما في إنسان ما بتعرض للضغوط أكيد. بشكل الكويس انه الضغوط مو هي السبب الوحيد، هو السبب المحرض لظهور القلق المرضي. طبعا لازم يكون في استعداد شخصي عند الشخص لظهور القلق المرضي. طبعا بيقدر جانب حاله اذا قدر مثلا جدول يومه، يحاول قدر الامكان ما يشترك او يدخل نفسه في ضغوط اضافيه ما الى اللزوم. لازم يحط في اعتباره دائما انه الضغوط موجوده ويحاول يتعاون معها قدر الامكان بالشكل الامثل، بحيث ما تنعكس على عليه وعلى وظائفه النفسيه. هيك ممكن الانسان يحمي حاله شوي من القلق المرضي. نعم.
أما بشكل عام صعب حماية الضغوط الحياتية موجودة عند كل الناس بشكل أو بآخر. أكيد موجودة لا مفر منها. لا مفر منها، فهم بدي يحاول يتعامل معها بالشكل الأفضل، يحاول يحل اللي ممكن حله، اللي ما ممكن حله ما يقعد يحارب طواحين الهواء مثل ما بيقولوا. صحيح. يحاول يتجنب قدر الإمكان هاي التأثيرات الخارجية تيحمي نفسه. طب دكتور بهجت، منو أكثر عرضة للإصابة بالقلق وأيضا الإصابة بأمراض جسدية إثر هذا القلق أكثر، الرجال أم النساء بحسب تكوينتهم الفيزيولوجية؟ طبعا هو طبعا كل إنسان معرض، كل إنسان معرض لهالأشياء. أي شخص عنده استعداد بيولوجي وراثي بنيوي في تركيب الدماغ ونفسيته وشخصيته، كل إنسان معرض، بس في ناس أكثر من أشخاص. هلأ اللي عنده استعداد للمرض السكري ومرض ضغط وأمراض القلب وإلى آخره، طبعا القلق والاكتئاب بيسرع فيها أو بيظهرها بشكل أكبر. فاللي عنده استعداد لأمراض جسمية ولازم يعالج القلق مع الأمراض الجسمية اللي بيعاني منها وعنده استعداد إلى. طب دكتور، اليوم حتى الأطفال للأسف في عصرنا الحالي يعانون كذلك من القلق والتوتر، فهل هذا أيضا يعني يسبب لهم أمراض جسدية مثل ما يسببها لكبار في السن؟ طبعا ويمكن أكثر، لأنه للأسف الأطفال معرضين أكثر. يعني معروف هلا كثير حالات قلق واكتئاب بتسبب السمنة عند الأطفال، والسمنة بتؤدي في حد ذاتها لأمراض الاستقلاب والسكري والأمراض القلب والضغط. فالأطفال أكثر عرضة، وللأسف هلا الأمراض النفسية صارت تبكر مثل ما بقولوا. نعم. أو صارت شباب أكثر، يعني حتى الأطفال والشباب والصغار في السن هلأ معرضين لظهور أمراض القلق بشكل أكثر. ما كنا نشوف هالأمراض في سنهم يمكن في السنوات الماضية، ولكن طبعاً اليوم كانت نادرة أول كتير. هلأ كتير عم نشوف أطفال وعم يعانوا من حالة القلق والاكتئاب. والاكتئاب أيضا دكتور، يعني الكثير من الأشخاص قد يصابون بالسمنة أو السمنة المفرطة إثر هذا القلق، فما ارتباط ذلك بالسمنة كذلك؟ طبعا هلأ ارتفاع الشهية علامة ممكن تكون موجودة في حالات الاكتئاب وفي حالات القلق كمان. فبصير بيفقد الإنسان السيطرة على أكله، فبصير يتناول التحكم وحتى في نوعية الأكل. نعم. للأسف هلأ الناس بتقبل أكثر على الوجبات الجاهزة واللي هي عامل خطورة تعتبر لظهور السمنة والأمراض المرافقة إلى الأمراض الاستقلابية. نعم. فتعتبر عامل خطورة الاكتئاب والقلق. نعم. طب العلاج دكتور مثل ما ذكرنا هو اجتناب كل مسببات القلق من حوالينا، لعلها يمكن أهم نصيحة اليوم نوجهها للسادة المشاهدين بعد هذا اللقاء، إن فعلا نتجنب كل التفاصيل اللي ما نقدر نحلها وما نشغل تفكيرنا وجهدنا ووقتنا بحل مشكلات يمكن ما نروم نحلها أصلا حتى لو حاولنا. فالواحد يمكن يركز على شغلة واحدة ويتجنب الوقاية قدر الإمكان. وفي علاجات فعالة كتير هلأ الأمراض القلق كلها، ومثل ما قلت متنوعة. نعم. والأفضل أن نشمل العلاج الدوائي مع العلاج النفسي غير الدوائي. كل تأكيد. فكل مريض له طريقته العلاج الخاصة فيه، يعني إذا نحن كأطباء بنحاول نفصل لكل مريض علاجه الخاص. نعم. ما يخافوا الناس من العلاجات علاجات القلق. نعم. بيخافوا انه ممكن يسبب ادمان او الى اخره، والحقيقه لا. واهم شيء معرفه السبب دكتور، اذا عرف السبب بطل العجب. بالضبط. اكيد نحن اذا عرفنا شخص بنعالج. شاكرين جدا وجودك ويانا اليوم دكتور بهجت بلبوس اخصائي الطب النفسي، ونتمنى لك صباح سعيد ان شاء الله وبعيد اكيد عن القلق. شكرا جزيلا.